الشيخ الكتاني كي داير الزول في اللايف. السلام عليكم. الزول راه حرام في الاسلام. جلس جلس يا لطيف، تابعينا في الفيسبوك وتابعينا حتى في الواقع. يا ربي السلام، اش باغيين هاد البرابرة هادو؟ بسم الله، شنو حب الخاطر؟ شنو بغيتي؟ راه باين غير من هذاك الطربوش اللي راك لابس، باين انك من الحركه الامازيغيه وما عجبكمش الهضره اللي قلت على السنه البربريه. ومن طبيعه الحال انا امازيغي، ولبس داك الشيء اللي بغيت ونحتفل بداك الشيء اللي بغيت، شغلي هذاك. واجيت نسولك دابا ديالك الثاني، حيت هاد الخرجه الاعلاميه ديالك مؤخرا ما عجبتنيش، وجيت نشوف شنو عندك باش تقنعني. علاش تتبقاو ساكتين حتى كتجي السنه الامازيغيه عاد تخرجوا؟ هذه حرام، هذه حلال، السنه الامازيغيه بدعه. ماشي هي هذيك؟ علاش بالضبط السنه الامازيغيه؟ ايوا حيت هذيك اللي كتسميوها السنه الامازيغيه راها بدعه وحرام في الاسلام وتقسيم للمسلمين. ودي اللي سمعك ودالك الثاني دابا غادي يقول ان المسلمين اصلا مجموعين، ولا المسلمين اصلا في العالم مقسمين وكيتقاتلوا بيناتهم ويتناحرون بينهم، وهذا الشيء راه معروف وبزاف ديال الطوائف، وكل واحد تيقول انه صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا بان جوج اعياد هما اللي عندنا فقط وفقط. ودابا السؤال الجوهري والسؤال اللي كنطرح عليك بالحاح، علاش كتسكتوا في الاعياد الوطنيه؟ علاش بالضبط مثلا عيد الاستقلال، المسيره الخضراء، بزاف بزاف ديال الاعياد عندنا وطنيه في المغرب ما كتقدروش تهضروا، ما كتقدروش تقولوا انهم حلال ولا حرام وتخرجوا بوجهكم كما كتخرجوا في السنه الامازيغيه؟ علاش بالضبط هذه القضيه كديروها؟ واسمح لي هذاك الشيء ما نقدرش نهضر فيه، حنا في دوله اسلاميه والله ينصر سيدنا وعاش الملك. هذاك الموضوع خطيني، انا كنهضر على السنه ديال البربر. اما الاعياد الوطنيه فذلك شان اخر، وعادي جدا اننا نروح به. ايوا هنا فين كيكمل المشكل، نتوما منافقين لا تخافون في الله لومه لائم، ما كتقدروش تقولوا كلمه حق. وإذا كانت الاعياد الوطنيه حرام قولوها حرام، الا كان الاسلام كيقول ان غير جوج اعياد اللي عندنا وقولوا راه غير جوج اعياد ومنعوا الاعياد الاخرى. ماشي غادي غير تجلسوا لينا غير في السنه الامازيغيه وتبقاو غير كل عام كل سنه نفس الوجوه نفس الهضره، ما كتعياوش؟ وانتم دابا كامازيغ ما قادرينش تحسموا حتى اش من نهار فاش كاينه هاد السنه ديالكم، واش 11 يناير ولا 12 يناير ولا 13 يناير ولا 14 يناير، كل واحد شنو تيقول وكل دوله وكيفاش كتحتفل. ما قادينش غير توحدوا روسكم على يوم واحد. هاي 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 تيقولوا اللي الدار ديالو من الجاج ما يبقاش يضرب بالحجر. هيا يا سيدي، حنا ما متفاهمينش على النهار واش 11 واش 12 واش 13 واش 14. وكاينين كاع الامازيغ اللي تيقولوا ان الاحتفال بالسنه الامازيغيه خصو يدوم 3 ايام، وكل واحد كيفاش كيحتفل واش 11 واش 12، كل واحد وكيفاش كيدير حتى الاحتفال ديالو. ودابا نسولك، وانت تقدر تقول لي شحال ديال الناس كانوا في الكهف؟ ياك ربي تيقول ثالثهم كلبهم، رابعهم كلبهم، خامسهم كلبهم، سادسهم كلبهم، ولا يعلمهم الا قليلا. تقريبا الايه بحال هكا ما حافظهاش مزيان، ولكن الجوهر ديالها هو هذا. وعلاش تقد انت تقول لي شحال ديال الناس كانوا في هذاك الكهف؟ ما تقدش. وشحال من ايات في الصور القرانيه كتلقى صوره معينه مثلا فيها 30 ايه، ولكن في النسخه الاخرى او المصحف الاخر كتلقى فيها 31 ولا 32، حيت بزاف ديال النسخ عندنا ديال القران. ايوا وحدوا حتى هادشي. طريقه الوضوء ما موحداش عند المسلمين كاملين، طريقه الصلاه ما موحداش عند المسلمين كاملين، حتى طريقه الاذان ما موحداش عند المسلمين في العالم كاملين. ولك الثاني بلا ما نطول عليك، غير قول لي دابا باش ضريتك الا احتفلت انا بالسنه الامازيغيه؟ واش انت هو الله باش تحاسبني؟ انا باغي نحتفل وندير داكشي اللي بغيت، ياك ما وصلتك، ياك ما مشيتش للجامع وسديت ليك الباب،
ياك ما جيتش ولقيتك كتصلي وانا نمنع عليك الصلاه، ياك ما جيت لدارك وبقيت تنسد عليك الباب ولا كنضربك بالحجر، ياك انا وراسي ولا انا وصحابي انا وعائلتي انا وحبابي انا والامازيغ وين نحتفلوا بالسنه الامازيغيه باش ضريتك لك التاني، وكنستغرب حتى نسمع بحالك تيقول بان ممنوع الانسان المسلم انه يحتفل بالامور اللي كاينه في عصر الجاهليه. وهنا كنطرح عليك سؤال، ياك عيد الاضحى تفرض علينا نحن كمسلمين قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في هذاك العصر اللي كتسميه انت عصر الجاهلية، ياك القصة ديال عيد الأضحى كترجع لإبراهيم عليه السلام والابن ديالو إسماعيل عليه السلام، وراه هادشي راه كان قابل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في ذاك العصر اللي كتسميه عصر الجاهلية. ولك التاني كما قلت لك، إلا كانت الدار ديالك من الجاج ما تبقاش تضرب بالحجر، يلا أزول فلك تهلا.